دلوقتي احنا هنتكلم عن الشحنات او البارتيكلز عموما. فالشحنه ممكن تكون عندك موجبه او سالبه. طيب خلينا نقول كل الاحتمالات. لو عندك مثلا شحنه موجبه وشحنه موجبه، فبالتالي هيحصل بينهم تنافر، يعني الاثنين هيبعدوا عن بعض. طب لو عندك شحنه موجبه وشحنه سالبه، هيتجاذبوا، يعني الاثنين هيقربوا من بعض. طب لو شحنه سالبه وشحنه سالبه، الاثنين هيبعدوا برضو عن بعض. يبقى الشحنات المتشابهه تتنافر والمختلفه تتجاذب. وهنا هيتدخل كولومب في تاثير الشحنتين على بعض، القوه المؤثره من شحنه على الشحنه الاخرى، ويتكتب بكل بساطه. فانا مثلا لو عندنا تشارج كيو 1 وكيو 2 والمسافه بينهم ار، فكولومب شاف ان كيو 1 وكيو 2 بيتناسبوا طرديا مع الاف، فبقى عندنا قانون هكذا، وبيتناسبوا عكسيا مع مربع المسافه بين كيو 1 وكيو 2. طيب انا عشان اشيل العلامه الطرديه دي هكتب اف بتساوي، والعلامه دي هبدل مكانها بثابت التناسب اللي هو كي، بروبورشناليتي كونستنت. فهنشيل علامه التناسب وهنحط مكانها ثابت التناسب اللي هو بروبورشناليتي كونستنت، وهينزل عندنا القانون زي ما هو كيو 1 كيو 2 على ار سكوير. وده لو عايزين نحسب الاف ماثيماتيكلي. طب لو احنا عايزين نعمل الفيكتور فورس، هنلاقي ان القانون هيفضل زي ما هو، بس الفرق ان احنا هنحط اليونت فيكتور بتاع الار. وصلنا للقانون ده اللي هو الفيكتور فورس. طيب لو قال لك القوه اللي بتاثر بيها الشحنه كيو 1 على كيو 2، هيبقى القانون بالشكل ده، اف 1 2 تساوي كي كيو 1 كيو 2 على ار سكوير. ولسه شايفين في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي نفك الاي ار، فهتبقى ار 2 ناقص ار 1 على ار اللي هو الماجنيتيود، وبالتالي عندك ماجنيتيود سكوير في ماجنيتيود، هيبقى القانون النهائي اف الار كيوب دي اللي هي احنا عارفين ان هي ماجنيتيود، وبالتالي هنشيلها وهتبقى ار 2 ناقص ار 1، بس عشان هي ماجنيتيود فهتبقى في ابسوليوت و كيوب. وهو ده اهم قانون عندنا في الشابتر، واللي هنستخدمه باذن الله في مسائل كتير جدا. لو عايزين بقى نحل اكزامبل بسيط جدا وعباره عن تعويض مباشر على القانون اللي احنا لسه قايلينه من شويه في السبوره اللي قبل دي، بيقول لك كيو 1 بتساوي 3 في 10 اس سالب 4 عند النقطه 1 2 3، وكيو 2 سالب 10 اس سالب 4 2 عند النقطه 2 و0 و5. طيب اي واحد مثلا يسالني ويقول لي طب ايه فايده النيجاتيف دي؟ في قانون الفورس اللي بتاثر بين كيو وكيو تانية، لازم تهتم بالاشارات بتاعه كل كيو، لان هي هتبقى عامل مهم جدا في حل المسائل. كيو 1 وكيو 2 لازم عندنا يكونوا في حاله الاستاتيك كيس، يعني ما بيتحركوش. هو بيقول لك فايند اف اكزيرتد اون كيو 2 باي كيو 1، يعني القوه اللي بتاثر بيها كيو 1 على كيو 2، يعني اف 1 2 زي ما اتفقنا، اف 1 2. هنيجي نكتب القانون بطريقه مباشره جدا، يبقى كي كيو 1 كيو 2 اف 1 2، يعني ار 2 ناقص ار 1، يبقى ار 2 ناقص ار 1 على ار 2 ناقص ار 1 كلها كيو. القانون ده ثابت، بكتبه بالفورم دي لو هو قال لي شحنتين بس كيو 1 وكيو 2، وبالفورم دي لو هو قال لي اف 1 2. طب لو قال لي اف 2 1 هنغير الحته دي وهتبقى ار 1 ناقص ار 2. طيب هنيجي نعوض هنا. طبعا الكي ده هو عباره عن البروبورشناليتي كونستانت، هو عباره عن 1 على 4 باي ايبسلون نوت. يجي واحد يقول ايه الايبسلون نوت دي؟ الايبسلون نوت دي هي البرميتيفيتي بتاعت الفري سبيس. طيب ودي بتبقى قيمه ثابته وبيديها لك في المساله. طيب يبقى الكي على بعضها بتساوي 1 على 4 باي الايبسلون نوت اللي احنا لسه هنقول قيمتها، كيو 1 اللي هو مديها لي ب 3 في 10 اس سالب 4 في سالب، لازم ما تنساش الإشارة، سالب 10 أس سالب 4 في ار 2 ناقص ار 1. هنيجي ار 2 هي دي هتبقى ار 2 بتاعت كيو 2، وار 1 اللي هي الام بتاعت كيو 1، فهنعمل ار 2 ناقص ار 1 يبقى 2 ناقص 1 اللي هي هتبقى 1، و0 ناقص 2 اللي هي سالب 2، و5 ناقص 3 اللي هي 2. يبقى عندنا ار 2 ناقص ار 1 1 وسالب 2 و2. طيب والابسوليوت بتاعها، طبعا احنا لسه عارفين برضه في الفيديوهات اللي قبل كده ان الابسوليوت هو قيمه كل واحده في الكوردينيتس الثلاثه اللي هي الاكس والواي والزد سكوير، وتجمعهم على بعض وتاخد الروت بتاعها، فهتبقى بالشكل ده. الارقام اللي بتطلع لك هنا ار 2 ناقص ار 1 زي بعض، فهتكتبها زي ما هي، بس الفرق ان انت هتاخد عند كل كوردينيت
وتعملها سكوير وتاخد الروت بتاعها، تمام؟ وبعدين هتبقى كلها باور 3. هتيجي تحسب ده بالكالكوليتر هتطلع معاك سالب 10 و20 وسالب 20. ده لو هي في الكارتيزيان فورم. طب لو احنا عايزين نعملها في صورة فيكتور هتبقى بالشكل ده، تساوي سالب 10 دي طبعا في اتجاه AX زائد 20 في اتجاه AY ناقص 20 في اتجاه AZ، لان انا عارف ان النقطة دي زي ما قلنا في البداية قبل كده دي X ودي Y ودي Z. طب المثال اللي احنا لسه حلينه من شوية هو كان عندي شحنتين. طب لو عندي اكتر من شحنتين يعني مثلا 3 4 5 هنضطر نستخدم القانون اللي انا هكتبه دلوقتي. الاف بتساوي كيو على 4 باي ابسلون نوت، بس هنا بقى عندنا اكتر من شحنه فبالتالي هتبقى سيجما او مجموع الشحنات يبقى كيو كي اللي هي الشحنه اللي انا عايز اجيب الفورس اللي بتاثر عليها، و ار ناقص ار كي و ار ناقص ار كي كل كيو زي ما اتفقنا ان اللي فوق هو هو اللي تحت. ايه هي الكي دي؟ الكي دي هي من واحد لهنا اي عدد من الشحنات انت عايزه. طب تعالوا مع بعض نشوف بقى مساله على اكتر من شحنتين استخدم فيها القانون اللي موجود قدامنا ده. يلا في الفيديو اللي قدامك ده.